كاين بعض المهنيين ما نصبهمش هذا القرار. كاين الناس ما تقدجهمش 10 دراهم اللي كان غارج عليها، كان غادي غارج عليها يقول لي السائق المهني يقول لي غارج عليها 10 دراهم، اجي المواطنه تجي غاليه. ولا كان غادي نوجه ندير عين السوق يقول لي 6 دراهم ونص، يقول لي 260، يقول لي بزاف. حيت الشيفور عندو الروسيطه وعندو المازوط، ما يمكنش يهز ثلاثه البلايص مثلا 300 ريال ويهبط ب 300 ريال. ما مسلكانيش الروسيطه ب 7000 ريال، فهمتيني؟ زيد على المازوط. اش غايشيطك انتيا؟ بشحال غادي دي ثلاثه الناس؟ بشحال غادي ديهم؟ الفرانك 15 درهم الواحد، صعيبه للكليان، فهمتيني؟ حاجه ثقيله للكليان، ما غاديش تقدر وحتى وكاع يبغي لك الكليان بهذا الثمن، تجيش بحال خسرتيه، بحال بززتيه لي، يعني ما جاتش. الحل خليه عادي، يبقى عادي، وربي راه تيحفظ، فهمتيني؟ مهما كانت الاجابه، الله سبحانه وتعالى تيحفظ، راه حافظ عباده. ماشي احسن نقولوا حنا راه حق الطاكسي ولا القهوه ولا ما، شوف ربي سبحانه حافظ عباده مهما كانت. تبان الكلمه، علاش الطوبيس تيهز 80 خلق والطاكسي اللي تيهز 6 الناس، فهمتيني؟ حاسبين اللي عليه 6 الناس، حطوا عليه 3 الناس. هنا الانسان خصو يشوف القضيه كيفاش، علاش نازل على الطوبيس وخلاو الطاكسي. دابا الروسيطة وراك عارف المازوت اللي كتخدم 24 ساعة كدير 150 160 درهم ودير ثلاثة البيض، تا هو راه عندك سمات المدينة الي رجول ساعة ونص ساعتين لارو، شحال دورة غدير في النهار؟ تقدر تعيد دير سبعة دورة 8، والناس الله يهديهم عليهم، حنا نتمناو والله يشوفوا معنا. مزيانة للشعب، مزيانة هاد القضية، مزيانة ثلاثة يمشيو في طاكسي أحسن ما يكون في الطاكسيات. ملي كيمشيو 6 ديال الناس راه كتكون القضيه مزاحمه، اول ما قبل ما يكون هذا الكورونا ولا هذا المرض هذا كتكون القضيه مزاحمه، وبنادم الصاد والعرق كتشم حداك واحد ما فهمت. احسن حاجه بنادم يمشيو ثلاثه كيمشيو مرحين، واخا تكون زايده شويه ديال الثمن تدوز هذه المده ديال هذا البواء هذا مزيان، هذا المرض ديال الكورونا يدوز بعدا. كاين مزيان هذه القضيه هذه.